اولا احنا اليوم كما يطال موحد معطلين صحراويين بالداخلة عهد وعد، جينا اليوم نعبر عن تضامننا مع اخوتنا في ملاك القوارب المعيشية. هذا التضامن اللي هو تضامن وجودي يعبر عن وحدة الدم ووحدة المصير، خصوصا امام ملفهم المطلبي العادل واللي يتمثل حقهم الحقيقي وحقهم العادل والمشروع في ادماج حقيقي داخل قطاع الصيد البحري. هذا الادماج اللي طالبوا به من مدالهم، ويالته يعدل ويالته يطبق، لان هذا الادماج هو اللي يوفر لهم الحق، يوفر لهم اولوجيه حقيقيه ذا القطاع، ولا يوفر لهم كذلك انهم يعودوا لاعب رئيسي في قطاع الصيد التقليدي بالجهه من خلال عن هذا الادماج، لا يخليهم يشتغلوا الطريقه اللي هي مقوننه تمكنهم من خلال عنهم يقدموا قيمه مضافه داخل هذا القطاع اللي يعتبر العصب الرئيسي لاقتصادي الجهه. لذلك خسرنا عن نجوا اليوم، لكن عبر عن تضامننا معهم وتكاثرنا معهم وعنا مأيدينهم وعنا نتمنى لهم التوفيق والنجاح في معركتهم العادله والمشروع وما ضاع حق وراءه مطالب. لذلك نحثوا على الوحدة ونحثوا على المزيد من التنظيم وعلى تجنب التفرقة، لأن هؤلاء هو رأس الحياة عندهم وهي طريقة الدولة إلى إعجاب الطعام عندهم. أول شيء هو الشتوت هو المسألة الثانية، هو خاص ضاع عندهم الرؤية عن القطاع كامل في الطريقة الشبيهة ولا تفكير لكن في الواقع ثم ضحايا ما خاص بالحكم. بعد ما نمشي الفايت لا خاصة مقاربة تشاركية حقيقية يصدق فيها كامل ونعرف انتم وش الدور وضحوريتكم عنكم دورتكم لاعب اساسي في القطاع في الجهة، وهذا ما هو الشباب كامل في الجهة في القطاعات لا في التجارة ولا في الصناعة ولا في الخدمات ولا في التعليم ولا في التوحيد، خاصة كامل فاعل رئيسي تنمية جهة لا ولا مجرد ديكور يوحد به المشهد وتستفاد منه مدى ثاني على الارض. هذا الحمد لله المسألة الثانية الخطيرة واللي خاصة تقولها هو عندكم مؤسسات الوساطة السياسية اللي يربطها حالة تربية تتابع ثم توكل كافة دار وعارف على الحركة من قدمته ومدى الاعتراف عنه هي الأحزاب واللي المجتمع المدني رأي كاملة وتشرف وكاملة موضوع الحقيقة. أو ما عندكم بديل من عندكم تناضوا عن أنفسكم بأنفسكم وهذا البشر الدولة هي اللي كفرت على الوظائف وخلاتها للمؤسسات كان مرانية تظهر من كل السنوات هي بثمارة هي بغية ثمارة والعلمية في المشكل أبسط مشكل المواطن الضعيف مهما كان مهما كان قطاع المثل يشبه راسه وفي مواجهة مباشرة مع الدولة وفي مواجهة مباشرة مع المؤسسات اللي عندها السلطة الحقيقية واللي تسمعها في مدري واللي عارف عنها راهي متحادة رغم اختلاف ورغم امتدادات. أهو خيطركم وزير والله وين والله منتخب أهو كامل يصبوا في أي واحد وكامل يرويكم واحدة وكامل مشروعه واحد هو توقيعكم وإقصاءكم وتحويكم كامل أمام الجمهور وإقصاء كامل وعلى راسكم معكم اليوم خطر والله طبعا طبعا خطر والله تعدوا شنو أخو صالح لا قرار من أجل ياك أنتم متابعين وأنتم متابعين
لانه معافي عن نهار يلتحقوا على طاولتنا، نهار يلتحقوا على طاولتنا، لانه سائر انفسنا وسائر مصيرنا وهذا هو معناه. هم اللي راهم يتقوا الله تحت الصفاء وتحت التبارك اللي كان في الشاشات الثلاثه، هذا هو الامر. لا يمكن حد يخاف عن ذلك الكلام. لذلك النظام اساسا ورهان اساسا ورهان على انفسكم وطرحنا على انفسكم وطرحوا برنامجكم كنتم تابعين لي كامل وعارفين من جاي ومسطرين واضحكم. ما دخلنا ذا اليوم ما نقص الا ثلاثه راهي مخلص به ونعود عارف انا شنو الشمال وعارف شبابي وعارف من جاي. هذه هو كامل افراحكم ما لي اسمع لكم شيء ما لي اسمع لكم شيء ما لي اسمع لكم متماسك وقوة ومتين مستمر. من عود الثالثة وهو يعود كل جراحة هذه هي الخطايا سويها بنا. لذلك الوحدة والتنظيم أو تنظيم أمامنا أساسيات النجاح أي شيء. بس الثالثة الحلول راهي موجودة وممكنة والخيرات شايفة عن طريق الشيطان المغربي كان يا غير شاطر أن تقصى بعدين. الله يقول لا يحصل بعدين. ما طور شبه الهدى ما طور لا يطاق ولا وصف. العكس احنا لو كنا عندنا رؤيه احتكاريه لاي شبه البشر من ثم الفايت لا يعود على حاله ولا يعود بشيء خير. لكن احنا ما امنت بتعايش ما نفعل الخير لكن ما كانوا ان شاء الله يا اهل شريطه عن المقصر بعد هذا. مين مقصر مين عذر وحاضر كامل الامور ومشاور وتدبير طرواته وتدبير قراراته وتدبير مؤسساته. هذا هو التأثير الحقيقي. هذه هي الرهانات الحقيقيه والمستدامه واللي تضمن ان احنا نشوف عنا نعيش كرامه معناها تعيش حتى هي كرامه. هذا هو الرهان الحقيقي وهذا هو الله وهذا هو الحقيقي. شكرا لهذا الله هذا فرس خارجه وانتم عرقل ورهان هذا فرس اعرج واضح منها الضوء عند بطن يعرج وضحكتم الرؤيه وضحكتم مسائلكم وشرعوا عليها بالشور وبالانضباط وعرفوا عن الانضباط راهو ما هو مسائل قصيره هذا راهو وصل 100 متر النضال والحقوق اللي تعود عرف عن الصراع راهو ماراثون قوي في الشلل وفي الصبر وفي الاحبار اللي تنتبهوا وفي وتعطش وتمرض وتمرض يا غير حد عارف من جايز وكان عارف هذا تعدى هو صالح وهو رياضه وفضلوا ما لهم خاصه. وشوف مسؤولين فاسدين ولولا وجود منتخبين عطاو ظهر هر 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 من القضايا ما كان كاع يزيد تحدي مرة. بالتالي كي نقولوا وانا قطعت عن المريض الاخر ما كان يعني في المداخلة اللي نقول على ما هو صديق كلمة شافوا فيها يوم تزها ويوم طلعها. بالتالي بالتالي تشرف على هذه المعركه معركه نفس طويل معركه مطلبه ياسر من جهود مطلبه ايضا ياسر من سلاح وما يدخل بينكم سوس وايضا لا تعطوا فرصه يعني اللي ما يدركم يستفاد لا تعطوا فرصه لحد باش يدخلكم ويسد ايضا نعلم من هذا الموقف وهذا طبعا موقف المعطلين الصحراويين من سنه 2018 في المعركه اللي قادوها يعني الطوارئ ولا الطوارئ المعيشية واللي حاضرين أيضا في المناطقين هون والتاريخ يسجل على موقف تضامن المعطلين الصحراويين ما قدر ما هو واجب واجب أخلاقي واجب إنساني واجب نضالي. بالتالي انا قلت الملي نعتزل عن او نعزل قضيه الملي استطاعنا مع عائله الحبيبه قريشي لان كنقولوا لانه هذا مجتمع حد ما تبنى قضايا مجتمع اختلط بعد الضمان يجب الحديث بيننا. وبالتالي فرحتنا حتى معطلين التواجد هذا الزخر النضالي بحضور الامهات وحضور المناطلين وحضور الصحراوي والديوان والصمود والتحدي اللي داير عطاء يعني بعطاء ودائما هي صفقة جنب لجنب يعني المناطق لانه في نهايه المطاف هي معركه من معركه سلميه وزاد الاجيال القادمه وهذا الشيء يعني يزيد بحركه قدام. نحييكم على هذا الصمود وراه تحقيق مطالبكم فوق الفرحة وفرحه وحدات تحقيق مطالبنا احنا بطريقه تقويه اخرى مزيدا من الصمود مزيدا من الاطار وتقويه الدين وثابتين.